بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا ازاي نكتب على الفايل، ازاي نأبديت الفايل، نأبند عليه، ازاي نريد من الفايل، نريده كله، نريد بايت. ممكن برضو اخدنا ازاي باللوب نعمل ريد لاين لاين، وفي حاجة اسمها ريد لاين. لو انا عايز اقرا سطر سطر، يعني اقدر اقول له مثلا انبوت فايل دوت ريد لاين على طول، يعني اقول دوت في عندي ريد ايه، ريد لاين بتقرا ايه، سطر. طيب انا قبل ما اخش يعني ريد لاين وريد لاينز هتبقى سهله، بس قبل كده تعال نعمل مثال بسيط يكون عايزين نعمل فيه فكره. فكره ايه؟ ان انا عايز افايند اسيرش جوه الفايل واشوف القيمه دي موجوده جوه الفايل ولا مش موجوده جوه الفايل، يعني اقرا واعرف فيه ولا مفيش. عشان اعمل ده انا هقوم جاي كده من فايل سيفاز، خلي ده فايل 14 تمام. عند الفايل اهو انا هاجي اقوم قايل ايه، بلاش يعني حتى ممكن نعمله جوه فانكشن، مثلا اديفاين فانكشن، يعني اقول له مثلا ديف واقول له فايند ان فايل، عايز ادور جوه الفايل. هديله هنا الفايل نيم، وهنا هديله الفاليو اللي هو بيسيرش عليها او سيرش فور، ابحث عن ايه تمام. ده كان الايه الديفينيشن بتاع الفانكشن بتاعتي. الفانكشن بتاعتي هقوم جاي قايل ايه، ويز مثلا، انا مش محتاج كل اللي انا كاتبه تحت ده عشان بس ما اشغلكمش ده كلام احنا، ويز تمام. هقول له عايز اعمل اوبن، قال لي قول لي الفايل اللي هتفتحه، قلت له هو الفايل نيم اللي بعته يعني تمام، هو الفايل نيم اللي ايه اللي بعته، وطبعا انا عايز افتحه فور ريد، انا مش هعمل عليه اي عمليات نهائيا اصلا. وده از هسميه مثلا ايه، الريد فايل او الفايل ذات نفسه، ده الفايل انا هشتغل عليه او ده بالفعل شغال عليه تمام. الفايل ده هقول له بقى فور، عايز اقرا منه اول لاين، فهقول لاين اللي جوه الفايل تمام. هيبدا يقرا لاين من الفايل، بعد ما يقرا لاين من الفايل هقول له اف، هبدا اسال بقى اللاين ده، هشوف الكلمه اللي هو بيدور عليها جوه الفايل جوه اللاين ده ولا لا، فهقول له اف ان سيرش فور، الكلمه اللي هو بيبحث عنها هل هي ان اللاين ده ولا مش موجوده ان اللاين ده تمام. طبعا بترجع معايا ترو يا فولس، بترجع معايا ترو يا ايه يا فولس. طبعا لو ان الفايل يبقى هريترن ايه، هريترن ترو صحيح، إلس المفروض هريترن فولس ولا اعمل ايه؟ لا مش المفروض هريترن فولس، لان اللاين الاول ما فيهوش، ما رجعش فولس، يمكن في اللاين الثاني، يمكن في اللاين الثالث، يمكن في اللاين الرابع، مش هرجع. انا ارجع امتى؟ ارجع خالص بره بعد الويز، حتى من غير خالص الكلام ده، يعني بعد ما جمله الويز تخلص، ريتيرن فولس بعد ما جمله الويز تخلص. ليه بعد ما جمله الويز تخلص؟ لان لو جمله الويز دي خلصت وعمل كلوز للفايل من غير ريتيرن، معناها ان دور 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 السطر اللي بعده اللي بعده ما لقاش تمام. لكن ريتيرن فولس هنا مش هيوصل لها غير لما يكون ما عملش ريتيرن اصلا، لان لو بيعمل ريتيرن الفانكشن بتقف، ما عملش خالص يبقى معناه ندور دوره اخر سطر وما لقاش، في الاخر دي هقول له ريتيرن ايه؟ ريتيرن فولس بتاعتنا وخلاص. طيب لو احنا عايزين يعني نستدعي الفانكشن دي ونشتغل عليه، ف طبعا انا ممكن اقول له الفايل ايه والكلام ده كله، او اخده من اليوزر زي ما انا عايز، يعني ممكن اخد الانبوتس من اليوزر، وممكن على طول يعني مثلا نخلينا ايه على طول، يعني هقول له هعمل له اوبن، مش هقول له اوبن اسف، انا هنادي على فايند الفايل، هيقول الفايل ايه هو، قلت له وليكن هنثبت الفايل اللي احنا اشتغل عليه دلوقتي اللي هو مثلا يوزر فايل واحد، يوزر فايل 1 ده اللي انا عايزه تمام. كوما هتسيرش عليه ده ممكن اخدها من اليوزر مفيش مشكله، فممكن اقول له سيرش
4 واقول له مثلا input واللي انت عايز تبحث عن ايه. مثلا هاخد منه القيمه اللي هو عايز يبحث عنها واحطها هنا، احطها هنا للفاين. طبعا الفاين هترجع لي ترو اور فولس، موجود مش موجود، صح؟ فممكن اقول له اف وخلصنا، اف ان هو جاب ترو، فممكن اقول له برنت، اقول له مثلا ايه ذا فاليو exists in the file. Else مثلا اقول له the value not exist مثلا، مش موجوده في الايه في الملف، وخلاص. كمثال بسيط لفكره السيرش وازاي نفكر واحنا بنريد نلعب على فكره الايه السيرش يعني. طيب نجرب، بسم الله نجرب. وهنا زعلان ليه؟ مش اقول لي يا ريت تسيب مسافتين كده بعد الفانكشن عشان تبقى العمليه مترتبه. ماشي مش مشكله. ده 14 عايز ابحث عن ايه؟ انا مش فاكر حاجه في اليوزر فايل ده خالص. كان فيرست لاين وسكند لاين وكده. طب ما يدور على كلمه لاين، قال لي ذا فاليو اكزيست ان ذا فايل، موجود. جميل جدا. طب لو قلت له ماشي انا عايز اعمل رن تاني، دور لي على مثلا اكزامبل، كلمه اكزامبل، تمام؟ ذا فاليو نوت اكزيست ان ذا فايل. بالشكل ده كده قدرنا نقرا نسيرش جوه الفايل هو موجوده حاجه معينه جوه الفايل موجوده ولا مش، ولا ما هياش ايه، ولا ما هياش موجوده يعني. طبعا زينا سيرش فور، وانا سيرش فور بس زعلان، لكن طبعا ما فيهاش حاجه يعني. ده كان كده اكزامبل عن ازاي نفايند ان الفايل او نسيرش جوه الايه جوه الفايل. طبعا ممكن نقول الفايل الكلمه دي موجوده اكتر من مره ولا لا، او ممكن نقدر نعمل حاجات زي كده، تبقى ممكن تكون دي يعني كاسايمنت، نعمل نفس الفايند ان فايل، بس عايزكم تعملوا ايه؟ تطلع لي لو كانت موجوده مره او اكتر من مره او مش موجوده. يبقى عندك ثلاث احتمالات. السلام عليكم.